بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي الكريمات، اليوم حبيت نشارك معكم شرح لطريقة عمل ماكينة الخياطة جي ام سي، وطريقة تركيب الخيط، وشرح طريقة عمل البعض من أجزائها. أول خطوة نقوم بها هي بعد ما نجيب الكبة نحطها هنا، ونجيب الخيط نشده من هنا، ونحاول ندخله المكان هذا. وبعدها الخطوة الثانية ان نمرر من المكان هذا حتى نحط الخيط من تحت، وهذه الثانية وهذه الخطوة الثالثة. لازم الخيط يدخل من هكا ويخرج منه، نعاود ندخله من الفتحة هذه. الخطوة الرابعة ندخل الخيط من المكان هذا. الخامسة انه نمرر من عجلة توتر الخيط ولا شد الخيط، بعد يروح هكا نزيد نهبط هكا. الخطوة الخامسة ندخل من هنا. الخطوة السادسة والسابعة والأخيرة أنا ندخل الخيط في الإبرة. طبعا الخيط يدخل من ندخلوه من جهة اليسار ويخرج من جهة اليمين. والآن نتطرق إلى شرح البعض من أجزاء الماكينة. أول حاجة هذا الزر تاع اللي يفتح الماشينة هكا. عندك المكان هذا، البطونة هذه مسؤولة عن الإبرة كي تعودي تخيطي، كي تحبسي الخياطة تحبي مرات الإبرة تكون في داخل القماش، يعني داخل القماش، ومرات تحبها تكون طالعة. هذه مسؤولة عنها هكا طالعة وهكا هابطة. البطونة هذه مسؤولة عن الإضاءة تاع الماكينة هكا، درجات الإضاءة كانت 3 درجات. وهذه تاع الفهد النمر مسؤولة عن زيادة السرعة. واللي تحتها حاطين شكل حلزونة معناها تنقصي بها السرعة. وبالنسبة للبطونات هذه في زوز، من الأفضل إنكم ما تحربهم شيء، خاصين بالرجلاش تاع المشينة. هذه مسؤولة عن درجات الفتحة تاع الغرزة، تحبها واسعة ولا ضيقة. هذه بوندغي مسؤولة عن تثبيت الخياطة في بداية الخياطة في نهاية الخياطة. وهذه مسؤولة عن توتر تشد الخيط. عندك هذه الأرجل تهز الأرجل. بعد ما ركبنا الخيط ندخله من المكان هذا، نشدوه هكا، نمرروه بهذه الحلقة، وبعدها نشد هذه هكا نركب. تحط بالطريقة هذه هكا هكا، ونضغطو، ما ركبتليش مليح هنا، هاي هكا ركبت، ونضغطو على العفاس يتعمر، وبعد ما تتعمر وحدها تتحل هذه. وفي الأخير نتمنى طريقة الشرح كانت واضحة وسهلة، وأنه فكرة عمل الماشينة وصلتكم. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله.